زيد بن الخطاب رضي الله عنه من بني عدي، أحد بطون قريش، وهو الشقيق الأكبر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بويع أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة لرسول الله، فأرسل جيوش المسلمين لقتال القبائل المرتدة، لكن بقيت اليمامة مستعصية عليهم لاستفحال قوة مسيلمة الكذاب، فأرسل إليه الخليفة أبو بكر الصديق جيشا جمع فيه السابقين للإسلام من الأبطال وحفظة القرآن، وأمر عليهم الداهية خالد بن الوليد رضي الله عنه، فأعطى خالد في تلك المعركة راية المهاجرين إلى زيد بن الخطاب. ترك زيد صفوف الجيش ووقف على أعلى ربوة في أرض المعركة غير خائف من الموت، وصاح في أصحابه يبث فيهم روح الإقدام: أيها الناس، عضوا على أضراسكم واضربوا عدوكم وامضوا قدما، والله لا أتكلم حتى يهزمهم الله أو ألقاه سبحانه وتعالى فأكلمه بحجتي. كان زيد يقاتل بضراوة، واستطاع أن يشق صفوف المرتدين حتى وصل إلى مساعد مسيلمة الرجال بن عنفوة، وقتله في وسط جنوده المشدوهين، ثم اندفع مع جموع المسلمين لمطاردة جيش المرتدين الذي احتمى بحديقة محصنة سميت يومها حديقة الموت لكثرة شهداء المسلمين الذين ارتقوا فيها، وكان من ضمنهم القائد زيد بن الخطاب رضي الله عنه، الذي أتم نذره وظل يقاتل صامتا حتى استشهد وأجاب الله دعوته. وعندما عاد جيش المسلمين إلى المدينة منتصرا، كان عمر في استقبالهم مع الصحابة الأجلاء، وحين علم أنه استشهد قال: رحم الله زيدا، سبقني إلى الحسنيين، أسلم قبلي واستشهد قبلي.